وتعد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 خطة طموحة لبناء مستقبل أفضل، حيث تعمل على تعزيز مكانة المملكة إقليميا وعالميا من خلال الارتقاء بالعنصر البشري. تفاصيل الرؤية السعودية تستعرضها لنا الزميلة أمان الخليفات. هي رؤية ثاقبة نحو مستقبل أكثر إبهارا، وخريطة طريق للتنمية وتعزيز اقتصاد المملكة في السنوات المقبلة. رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ستأخذ المملكة إلى مصاف الدول العالمية الأكثر تقدما وازدهارا وتنوعا في مختلف المجالات. البداية مع المجال الاقتصادي الذي تطمح له السعودية من خلال رؤيتها برفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%، الأمر الذي سيجعل المملكة في المرتبة الأولى إقليميا في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، فيما ستتقدم عالميا من المرتبة 49 إلى المرتبة 25. ولنقل اقتصاد المملكة من المرتبة 19 عالميا إلى المراتب 15 الأولى، سترفع السعودية قيمة الأصول في صندوق الاستثمارات العالمي، بالإضافة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز. ومن بين تفاصيل رؤية المملكة الطموحة تصنيف 3 مدن سعودية من بين أفضل 100 مدينة في العالم، وذلك من خلال رفع جودة البنية التحتية. كذلك شملت الرؤية السعودية جانب الإسكان للمواطنين، حيث سترفع المملكة نسبة السعوديين الذين يملكون وحدات سكنية من 47% إلى 52%، وذلك بحلول عام 2020. هذا ولم تغفل رؤية 2030 السعودية عن دور المرأة، حيث سيتم عبر السنين رفع نسبة مشاركات المرأة في شتى المجالات في المملكة من 22% وحتى 30%. كما وستبذل المملكة جهودا كبيرة لخفض نسبة البطالة من 11.6% إلى 7%، وذلك من خلال الارتقاء بالعنصر البشري وخلق فرص العمل التي تتناسب وطموح السعوديين. ليس هذا وحسب، بل تستهدف رؤية بلاد الحرمين أيضا زيادة الطاقة الاستيعابية لضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر. وللترفيه نصيب كذلك من رؤية السعودية، حيث ستقوم المملكة بزيادة الإنفاق على هذا المجال من 2.9% إلى 6%. هكذا هي المملكة العربية السعودية، لطالما أبهرت العالم بحكمة قادتها وتقدم قدراتها وطموح شعبها، إلا أن الرؤية السعودية تعيد العالم بالمزيد من الإبهار والازدهار.